إضافة إلى إشكالات أخرى أيضا في الإمكان تسديدها أو توجيهها إلى النظرية النسبية، منها قضية تكور الكون. يعني هم يعني أينشتاين كان ما يرى أن الكون كروي، الكون يعني كل هذا العالم المادي ليس ممتدا، وإنما هو يشكل على شكل كرة. أما كيف استنتجه رياضيا أنا لا أعرف، لكن الشيء الذي أعرفه من المصادر التي قرأتها على أن الضوء يمشي بالرغم من أن طبيعته يمشي أنه معتدلا متجها باتجاه مستقيم، لكنه يقول بأنه ينحني بانحناء الكون، وهو يتصور أو يتوهم أنه شيء يخلي يتوهم أيضا بقوسين، وهو يتوهم أنه يسير بسير مستقيم أو بخط مستقيم، وهذا ينتج منه على أننا نستطيع أن نرى الحوادث القديمة التي حصلت في عصر الفراعنة أو في عصور الغابة قبل ملايين السنين، لأن الضوء سوف يدور ويرجع إلينا ويدخل في منظارنا فنرى القديم كما كان يحدث بالضبط. في الحقيقة أنا الذي أفهمه أن الكون ليس بمتكور، لا دليل على أن الكون متكور، كما أنه لا دليل على أن هذا الضوء الذي أثبت على أنه يسير بخطوط مستقيمة يمكن أن يسير بخطوط منكسرة أو دائرية أو شيء من هذا القبيل، لا، بل هو يسير بخطوط مستقيمة ولا زال يسير بخطوط مستقيمة. وإذا أثبتنا هذا كحقيقة معناته أن ينتج من ذلك على أن الكون غير متكور، وإنما هو الله أعلم بنهايته وبحقيقة نهايته. إلى الآن في الحقيقة لم يثبت أنه ما وراء المناظير الفلكية وما وراء المراصد الفلكية شنو، ربما إلى عصر أينشتاين كان هناك تحديد وهمي في عقولهم على أنه هذا هو نهاية الكون، أما الآن فهذا غير موجود حتى في نظرهم، فكيف في نظر من يرى أن القدرة الإلهية أكثر من ذلك بكثير. إذن فهذه النتيجة راح تصير وهمية، وهو أن الضوء يسير بخطوط منحنية ويصل إلينا مرة ثانية ونرى القديم على حاله، هذا قابل للمناقشة جدا. والشيء الآخر الذي من الممكن توجيهه إلى النظرية النسبية هي أن النظرية النسبية تقول أن تسارع أشياء غير الفوتون الضوئي بسرعة الضوء مستحيلة، هذا نأخذه الآن مسلما. وتقول أيضا بنظرية أخرى أنه الشيء إذا تسارع سرعة عظيمة طبعا قريبا من سرعة الضوء فسوف يصغر حجمه من اتجاه السرعة، إذا كان متجها باتجاه معين فحجمه الذي مناسب مع الاتجاه يقل. مثلا الدراجة، وكان يمثل في الكون الأحدب كمثال مبسط، الدراجة حينما تنقلق إذا انطلقت بسرعة 19 سرعة الضوء فستقل طولها، ليش؟ لأنه طولها هو باتجاهها، بالسرعة باتجاه السرعة يقل الحجم، فإذا وصل السرعة إلى سرعة الضوء فسوف يتلاشى الحجم. هذا خليه هنا. والنظرية الأخرى تقول أنه إذا وصلت السرعة طبعا لغير الفوتون الضوئي، إذا وصلت السرعة إلى سرعة الضوء فسوف يكون له ثقل لا نهائي، أي أن ثقله، وإذا يقولون في المصادر أي أن ثقله يوازي أو يعادل كل هذا الكون ويزيد عليه، لأنه يقولون أن ثقله الظاهر أنه صادر من أينشتاين نفسه، أن ثقله سوف يكون لا نهائي. هذا له نتيجة، وهو أن الشيء الذي يفقد وزنه وكثافته بسرعة الضوء حسب النظرية الأولى يكون وزنه لا نهائي، هذا لا معنى له، استنتاج خاطئ بطبيعة الحال. فمن هذه الناحية إذا قلنا بأنه أن الشيء حقيقة يفقد وزنه وثقله فحينئذ معنى ذلك شنو؟ معنى ذلك أن وزنه يكون لا نهائي، لا يمكن، مضافا إلى أنه شنو يقول أن كلامه متذبذب من هذه الناحية، وهو أنه هل أن هذا
أن فقدان الحجم باتجاه السرعة هل هو بصراحة من الأصول إثباتي أو ثبوتي؟ يعني أننا حينما يتسارع بسرعة الضوء لا نستطيع أن نتعرف على حجمه، يعني لا أن حجمه فعلا يذوب ويزول، وهذا يختلف هذا التعبيرات. فحينئذ إذا كان التعبير الثاني هو صحيح معناته أنه من الناحية الواقعية حجمه موجود ولم تؤثر السرعة على زواله حقيقة، وإن كنا لا نستطيع التعرف على حجمه ليس أنه يصغر حقيقة. مضافا إلى نقطة أخرى أيضا على نفس الشيء، وهو أننا إذا قلنا أن الوزن يزداد بالتسارع فسرعة الضوء ليست لا نهائية، وإنما هي بالأخرى محدودة، وإن كان أسرع سرعة وجدت في عالم الدنيا أو في عالم الإمكان أو في عالم الطبيعة هي باب الجواب، إلا أنه ليست لا نهائية. فإن قلنا أن شيئا ما يصبح وزنه لا نهائيا فذلك حينما تصبح السرعة لا نهائية يصبح وزنه لا نهائية، وأما بالسرعة المحدودة كسرعة الضوء فينبغي أنه شنو يكون وزنه مناسبا مع سرعته، لأنه لا نهائي على الإطلاق. هذا أيضا شيء ليس بصعيب، بدليل على أنه يمكن استخراجه رياضيا أن وزنه يكون كذا وكذا، مهما كان كثير فهو شنو محدد، لأن الأرقام افترضوا ملايين الملايين.